وأخيرا يا جماعة، وأخيرا وأخيرا عم سوق بسيكلت. اليوم فايقة من بكير وكتير محمسة. هلا بقلكن ليش. هلا الساعة عنا، هلا الساعة 8 و10 تقريبا. جهزت الترويقة، حطيت شنكليش، لبنة، جبنة، مكدوس. على فكرة هولي آخر مكدوسات عندي اياهم بالمرطبان. الحمد لله شفت انا نزل بالسوق بدنجان المكدوس، رح ارجع اجيب بدنجان واجيب فليفلي واعمل مكدوس. فرح نتروق ومحمسة لحتى اطلع الضيعة وسوق بسيكلات. فما جي عبالي اتأخر ابدا، حابة اخد الوقت، اخد نهار من اوله وحاخدكن معي. يلا خلصنا ترويقة والحمد لله، وشربنا قهوتنا وجليت الجليات. هيدا اهم شيء، ان يكون مروقة الصغار تما ينقوا فوق راسي كل الطريق ويكون بالي مرتاح من ناحيتهم. ففتت هلا على غرفتي تنقي تياب البسهم، تياب يكونوا مريحين. قررت البس هول التياب والبس معهم هيدا السبيدرين، كتير مريح. هيدا السبيدرين اللي فترة شريته ولهلا ما لبسته، بس كيف بعرف انه مريح؟ لانه عندي واحد مثله تماما بس على لون كحلي، ما بتتخيلوا بلبسه كل نهار ما كأني لابسة شي بإجري. فهيا بنا. جيت هون على سوق الخضرة عم نقي شوية فواكه. لا نزلت عند هذا المحل تاخذ كراسي، لانه بيتي بالضيعه ما فيه كراسي، رح اخذ كرسيتين. اخذنا هول الاثنين، رح نحطهم على هذا الستان تاع البسكليتات لانه ما في محل جوا بالسياره. شكلهم حلو ولونهم عجبني صراحه. وصلنا على الضيعه، اول شيء عملناه طلعنا على البيت تنحط الاغراض والفواكه. شموا الهوا النظيف، شموا، يا الله الطقس اليوم شو حلو. فأول شي عملناه طلعنا على البيت تنحط الفواكه بالبراد. جبت معي تفاح وجبت عنب. العنب جبت منه الأبيض والأسود والأحمر، التلاتة نفس السعر، فبنفس الكيس شكلت من التلات ألوان. وجبت بندورة، هي البندورة بسموها عنا بندورة كف الجمل، كتير طيبة. وجبت دراء وإنجاص، هذا اخذناه معنا على الطريق. مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق، بموسم التين ببيعوا صحون تين على الطريق، فاخذنا صحنين، هذا صحن وهذا صحن تاني. طلعوا من الكيس لحظه، حياتهم مش معقول. التين هذا التين الاحمر او التين الاسود مثل ما بتسموه تاع هيدي المنطقه، شو طيبه، طيب طيب، طعمته قطر، كتير طيب. وكمان مرقنا على فرن على الطريق، جبنا معنا شوية مخبوزات. جبت هذا السمون، هذا بيجي على زعتر، حسيت طعمته رح يكون طيبة مع الشاي عند الصبح أو على العشاء، ما بعرف. هلا إجمالا نحن منقضي ليلة وحدة هون بالضيعة، فجبت معي كذا شغلة. هذا كان زعتر، كعك الزعتر، فأكلوه على الطريق، ريته صحة وألف عافية. وجبت هذا البسكويت، أكيد بتعرفوا لهذا البسكويت. وجبت مرقد طيب مع النسكافيه عند الصبح. وكمان جبت ربطتين خبز، ربطة خبز أسمر وربطة خبز أبيض. فهلأ رح طلعهم من الأكياس وغسلهم وحطهم بالبراد. أهم شي التين، التين بدي أحطه بالبراد لأنه بيحمض. التين ما تغسلوه، حطوه هيك بدون غسيل بالبراد. كل ما بدكم تاكلوا منه شوي شيلوا كم حبة على قد احتياجكم، غسلوه وكلوه. فهي معلومة كرمال للناس يلي ما بتعرف. على فكرة مش بس التين هيك، يعني كل الفواكه بس تغسلوهم عمرهم بيقصر. تعالوا نطلع شوي لبرا نتفرج على هالطبيعة الحلوة. سبحان الخلاق العظيم. صوت العصافير. دورت البراد وعم غسل الفواكه وعم رصهم بالبراد. حطيت كمان مي. شو بحكي لكم، خلص النهار ونحن بالبيت. بلش يقرا قران لاذان المغرب، انه قضينا الوقت كله نحن وشغله من هون وشغله من هون، امسح غبره من هون، غسل الفواكه، رصهم بالبراد.
ما حسينا الا النهار طار. فهلا رح نتغدى، بعتنا ورا اكل جاهز، يجيبوا لنا دجاج مشوي ورح هي صارت عشاء ما عادت غدا، رح نتعشى ونصلي ونقضي الليله هون بالبيت، وبلكي على بكره بنروح بنسوق بسيكلات. شايفين كيف الانسان بيكون مقرر شيء وبيصير شيء تاني؟ شوفوا الضباب هون بيسموها غطيطة، ما عادت الجبال تبين. أدن المغرب، بلش يأدن. كل شي من بعيد ما عاد مبين، ما في إلا جنينتنا مبينة. تعشينا والحمد لله، وهلا عم بعمل شاي. طبعا الدنيا عتمت على الاخر، فهالطقس البارد بده فنجان شاي. حطيت حدو قراص وبسكويت، هذا البسكويت كتير طعمته طيبه مع الشاي. بسم الله، هاللون ما احلاه. شوفوا الهواء كيف عم بيطير البخار، والله في نسمة هواء باردة غير شكل. صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. في عنا جارة تحت بالضيعة تقريبا كل يوم بتخبز وبتبيع، تعمل خبز عالصاج، فرح أنزل جيب من عندها خبز سخن وطازة تنتروقن مع زعتر وزيت زيتون وكباية شاي. يا سلام، يا ريت لو فيكن تشموا بس ريحة الخبز، شو بحكي لكم غير شكل. هذا هو خبز الصاج، بيجي عنا هيك شكله. يا سلام، ما في أطيب منه مع اللبنة مع الجبنة مع الزعتر مع كل شيء طيب هذا الخبز. والحلو فيه انه بتعمله مع شوي من الطحين الاسمر، كتير بتعجبني طعمته. نسيت خبركم كمان، جبت معي عرانيس الذرة. حبيت اذكر هاي المعلومة بخصوص العرانيس، بلكي بتستفادوا منها، انه دايما بس اشتري العرانيس مثل ما شايفين بتجي هيك بجيبها نظيفة، بجيبها بلا قشر، فبخلي صاحب المحل يقشر لي اياها وبجيبها نظيفة على البيت مباشرة على السلق، بس بغسلها هيك تغسيلة على الخفيف وبسلقها. وإذا كنا عاملين شي شوي على وقت الغداء، إنه إذا كنا مشعلين فحم، فكمان بحط كم حبة على المنقل وبشويهم، شوي كمان كتير طيبة. شايفين قديش الشغل بيسهل علينا؟ ولا أسهل من هيك، بس إني غسلتهم وحطيتهم بالطنجرة وغمرتهم بالمي، رح أرجع زيد عليهم مي لأنه الميات هول قلال، فبزيد عليهم مي بحطهم على النار لينسلقوا. وأنا لهلا ما شربت قهوتي، فعملت فنجان نسكافيه رح اشربه مع هالمنظر الحلو. هلا من شوي بيت عمي اتصلوا فينا، قال هني طالعين كمان على الضيعه، فكتير انبسطت على هالخبريه. اكيد رح نتغدى مع بعض اليوم، رح نشوف شو بدنا نجيب على الغدا، شو رح نتغدى، واكيد رح صور لكم غدانا لليوم. يا سلام، غدانا اليوم سعودة غنم مشوي على الفحم، تنقلب للسياخ ليكونوا استووا. أخيرا وصلنا على الأموعة ورح نسوق بسيكلات. نزل البسيكلاتات. يا الله الطقس اليوم شو حلو، لك مودي وين راح؟ لكو هداك القطار. الأحصني دايما هون. وهي بسيكلاتي صارت جاهزة لصوركم هذا الحصان، طالما صار قريب مننا. هذا بالأجار ما هيك؟ ما شاء الله. لا شكرا، رح نطلع على البسيكلات نحن. الله يبارك.
سبحان الله، فوق ما المكان جميل شو حاطين هون؟ حاطين مدينة ملاهي. طبعا هلا واقفة أكتر شي بيشغلوها بأيام الأعياد بعتقد. وهذا القطار كمان كتير بيعطي جو حلو للولاد إذا بدهم يطلعوا بيبرموا كل هيدي البرمة. قلت لي هذا الحصان أجار ما هيك؟ قد ايه أجاره بالساعة ولا بالنص ساعة؟ قد ايه؟ إيه تسلم كلك ذوق، لا بدي أعرف قد ايه أجاره؟ ما قد ايه؟ 15. قد ايه وقت؟ عند دار مثلا اتخذت من أول ثانية. يعني بنبرم كل هيدي البرمة؟ لا مو برمة. لكم؟ للحيط للحيط. من الحيط للحيط. يعني من هنيك لهونيك برمي وحدة ب 15,000. 15,000 يعني هلا بيطلع تقريبا اقل من دولار. والله محرز الواحد يجربه. اقل من دولار بياخذنا من هداك الحيط، يعني من عند هوليك الشجرات لعند هداك البيت الارميت. يا الله ما احلى الجو. بلشنا سواقه بسكلات، نحن بنسوق بسكلات وقدامنا الاحصنه. هذا حصان ابيض جاي ميبيلي. واخيرا يا جماعه، واخيرا واخيرا عم سوق بسكلات بعد انتظار يومين. كان على اساس امبارح نجي لهون، فالله ما كتب لنا لليوم. بدي احكي شغله بخصوص الفيديو الماضي يلي نزل. وقفت البسكلات على جنب الطريق شوي صغيره تاحكي معكم كلمتين. حسيت بس سوق بسكلات انا وعم بحكي معكم بكون عم بلهط، فوقفت شوي تنحكي كلمتين بخصوص الفيديو يلي نزلته قبل هلا انا وعم سوق بسكلات. اولا بدي اتشكر كل حدا كتب لي كومنت حلو وكومنت تحفيزي وشجعني على هالرياضه الحلوه. وبدي اقول للناس يلي كتبوا لي ليلى شو هالمراهقه هاي، شو هال كتبوا كومنتات، يعني ما بعرف شو بيلاقوا بهيدي الرياضه انها غلط، شو الغلط فيها انا صراحه ما كنت افهم. فبدي اقول لكم انه انا من زمان بمارس هيدي الهوايه، وفي عندي هوايات كتير، عندي هوايه السباحه، عندي هواية القراءة. فمش غلط الإنسان يمارس هواياته إذا بيكون مش غلط، مش عم يأذي حدا، مش عم يتعدى على حدا. فوين الغلط بالموضوع يا جماعة؟ اكتبوا لي تحت بالكومنتات لأنه أنا عبالي أعرف شو الغلط بسواقة البسكلات. ليش كل هالانتقادات؟ يعني ما بعرف إذا بترجعوا للفيديو وبتقروا في كتير كومنتات أنا صراحة ما حذفتها. أنا فيني أحذفها وفيني أحط بلوك للناس يلي كتبوا لي هالكلام الجارح، بس أنتوا بتعرفوا المتابعين القدامى يلي متابعيني من أول ما فتحت تشانل بيعرفوا أنا بحياتي ما رديت على الكومنتات السلبية، والحمد لله. يعني المحتوى يلي أنا بقدمه محتوى محترم مثل الناس اللي عم تحضروا. أنا الحمد لله متابعيني ناس محترمين وناس من أحلى الناس باليوتيوب، ودايما بسميكم يا أحلى عائلة، وفعلا أنتوا أحلى عائلة. بس الظاهر في ناس غريبة بتدخل بتزيد كم كلمة بدها أي شيء لتنتقدوا. فبتمنى منكم تنتقدوا الشيء يحرز الانتقاد، مش أنه إذا حدا عم يعمل سبور، عم يعمل رياضة بين هالجبال، بين هالطبيعة الحلوة، عم يحسن من صحته، يحسن من عافيته. فهيدي الكلمتين اللي كنت حابه احكيهم، بتمنى ما كنت قلت عليكم، ورح كمل الرياضه المفضله عندي. وبتمنى لكم نهار سعيد، وكل حدا فيكم يقدر يمارس الرياضه اللي هو بحبها او الهوايه اللي هو بحبها. بحبكم كثير. أذان الظهر. تخيلوا صوت الأذان عم يطلع من بين هيديك الجبال. في هونيك جامع.
خلصنا سوقة بسكليت وهلأ فلين على البيت وتركين هالمنظر الحلو يلي كتير رح نشتاق له. كتير انبسطت بهذا المشوار، خاصة لأنه طلعوا بيت عمي وتغدينا مع بعض وقضينا وقت حلو مع بعض. صراحة مرت عمي ما طلعت، طلعوا بس بيت سلفي الكبير، فقضينا نهار حلو معهم. وهون أنا بينتهي الفيديو تبعي لليوم. آخر شي بقولكم يا أني بحبكم كتير، نلتقى بفيديو جاي بإذن الله. مدينة الملاهي شغلوها.